بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن فكرة جديدة إن شاء الله نستفيد منها والإخوة المبتدئين يستفيدوا منها. هي فكرة كيفية عمل دائرة الإنفرتر. الإنفرتر هقدم لك أبسط دائرة للإنفرتر على أساس نعرف ازاي بتشتغل دائرة الانفرتر اصلا. لو فهمنا ازاي بتشتغل انا هديك دائرة بسيطة تقدر انت تكبرها، طالما فهمت نظرية عملها او مبدأ عملها تقدر تطورها وتقدر تكبرها القدرة اللي انت عايزها ان شاء الله. بس الهدف ان احنا نعرف ازاي دائرة الانفرتر دي بتشتغل. اولا ايه مبدأ عمل دائرة الانفرتر دي اصلا؟ هي الفكرة تحويل التيار المستمر إلى تيار متردد. لما الكهرباء بتقطع عندنا أو لما بتفصل، ودلوقتي الكهرباء بتفصل في أماكن كتير، إزاي نحل المشكلة دي أو إزاي نتغلب عليها؟ بدأنا في جهاز موجود في السوق اسمه جهاز إنفرتر. ده بيحول لي التيار المتردد بتاع البطارية 12 فولت، بيحولها لي ل 220 فولت تيار متردد يشتغل عليه أجهزة المنزل وبننور بيه اللمبات وكده. الفكرة ايه مبدأ عملها؟ هي تحويل ال 12 فولت دول ان يخرجهم لي التيار المستمر دول يخرجهم لي تيار متردد. ازاي الكلام ده بيتم؟ ده اللي هنشرحه في الفيديو دوت، وهديك فكرة مبسطة عن ابسط دائرة للانفرتر ازاي تعملها وهننفذها مع بعض. هي عبارة عن 2 ترانزستور ومحول 12 فولت. انا جبت لك ابسط 2 ترانزستور خلعتهم من باور سبلاي بتاع كمبيوتر، تمام، عشان ننفذ بيهم الدائرة ديت. ومحول او ترانس 12 فولت 12012، تمام. ازاي الدائرة ديت اهيت موجودة رسمها ازاي بتشتغل وازاي التيار المستمر ده بيتحول لتيار متردد وازاي بيخرج لي الترانس او المحول بيخرج لي ال 220 فولت تيار متردد. ده اللي هنفهمه في الدائرة ديت ونشرحه مع بعض. اولا اي ترانس او اي محول، اما انه بيكون محول رفع او محول خفض، يا اما يرفع لي تيار من تيار اقل الى تيار اكبر، يا اما يحول لي تيار كبير الى تيار اقل، اسمه محول خفض او محول رفع. المحولات اللي موجوده في السوق ديت محولات خفض، بتاخد ال 220 فولت تخرجهم ل 12، تخرجهم ل 6، تخرجهم ل 9، حسب ما انت عايز موجود الترانس، حسب البيانات بتاعته وحسب اللفات بتاعته وعدد اللفات بتاعته. احنا هنستخدم الترانس الخفض دوت او المحول الخفض ده، هنحوله او هنستعمله كمحول رفع. هنديله ال 12 فولت ويخرج لنا 220 فولت. يعني المحول ده لما تديله من هنا 220 يطلع لك من هنا 12. طب لو اديته 12 هيطلع لي من هنا 220 تيار متردد. ده ما يشتغلش الا لما ياخد تيار متردد يخرج لي تيار متردد. طب انا عندي ال 12 فولت اللي هديهم له من البطاريه ديت تيار مستمر، ازاي احول او اخلي المحول ده يشتغل؟ لازم احول له التيار المستمر ده لتيار متردد. احوله له ازاي لتيار متردد؟ عن طريق الاثنين ترانزستور دول. الاثنين ترانزستور دول بيعملوا لي على عملية بدخل عليهم ال 12 فولت، بدخل لده الترانزستور ده 12 الترانزستور ده 12 عكس بعضهم، بيشتغلوا عكس بعض، ده يقفل ده يفتح ده يقفل ده يفتح، بحيث ان يعملوا له تقطيع لل 12 فولت، تقطيع لل 12 فولت اللي داخلين لهم، ده يقطع وده يفتح، ده يقفل وده يفتح، ده يقفل، ويعملوا لي عملية تقطيع وتبديل لل 12 فولت اللي هيدخلوا لي على المحول ال 12 فولت عشان يبدأ يشتغل. بيعملوا لي عملية التقطيع دي بطريقة منتظمة وبترتيب معين وبسرعة معينة. اللي بيتحكم لي في سرعة التبديل ديت ايه؟ المقاومات ديت.
يبقى أنا ممكن أتحكم في سرعة التقطيع أو سرعة التردد عن طريق تغيير قيمة المقاومات دول، الاتنين مقاومات اللي داخلين على البيز اللي بيدوني تيار القاعدة عشان الترانزستور يشتغل. ركز معايا عشان الكلام ده مهم ومفيش حد هيقوله لك ازاي الدائرة بتشتغل. انت بتشوف بعض الشروحات على اليوتيوب، موجود بيركب الترانزستورات وبيقول لك بوصل المقاومة دي هنا والمقاومة دي هنا ووصلهم على المحول، والمحول يطلع لي 220 ويركب اللمبة، اللمبة قادت، ايه الدائرة اشتغلت. تعرف ازاي اشتغلت؟ ما تعرفش. انت شفته بس بيوصل، بتوصل زيه اوتوماتيك وخلاص زي ما هو عمل. انت بتعمل وصل المقاومة دي هنا، بيوصل المقاومة دي هنا، وصل الطرف ده هنا، بيوصل الطرف هنا، بتعمل زيه بتشتغل الدائرة معاك خلاص. انت بس فهمت ازاي بتشتغل، فهمت نظرية عملها ايه، فهمت مبدأ عملها ليه، عشان لما احب اطورها واكبرها واكبر قدرتها اقدر اطورها. هو ده الهدف من الفيديو او الهدف من الفيديوهات اللي انا بعملها لك. انا بعمل لك الفيديو بحيث ان اطلعك بمعلومة تستفيد، تعرف ازاي الحاجة بتشتغل وازاي الدائرة دي بتشتغل معايا. ده هدفي، وده ان شاء الله ربنا اقدر ابسط لك المعلومة بحيث انك تقدر توصل لك سهلة. طب انا عايز اتحكم في الترانزستورات دي، او عايز اتحكم في قدرة الدائرة دي. قدرة الدائرة دي مثلا هتشغل لي مثلا 1 كيلو، 0.5 كيلو، 2 كيلو. عايز اكبرها. اكبرها ازاي؟ اكبر قدرة الدائرة دي عن طريق تغيير الترانزستورات دي. بدل هو اي ترانزستورات ان بي ان او بي ان بي اشغلها، بس في حالة المشغل دي ترانزستورات ان بي ان، ترانزستورات عكسي. في حالة لما اركب ترانزستورات بي ان بي لازم اغير اتجاه توصيل البطارية، التيار المستمر هنا ان بي ان، الدائرة دي ان بي ان. لو شغلتها بقى بي ان بي ترانزستورات عدلة، يبقى مكان السالب ده هدخله الموجب، ومكان الموجب هدخل السالب، لان تغذية الكولكتور هنا والايموتر غير الكولكتور والايه والايموتر في الترانزستور العكسي. هنا ترانزستورات ان بي ان، تمام. ديت بياناتها مثلا في حدود ال 140 فولت، في حدود ال 40 واط مثلا الترانزستور، الامبير مثلا في حدود 6-7 امبير، حاجه زي كده. لو انا عايز اكبر قدره الدائره ديت، يبقى هكبر قدره او مواصفات الترانزستور. يعني ممكن اعلي في امبير الترانزستور، في الواط بتاع الترانزستور، دول يعلوا لي قدره الدائره، يعلوا لي الواط بتاع الدائره، تمام. في نفس الوقت اكبر قدرة المحول. المحول لما قدرته تكبر، بدل ما هو محول مثلا 4 امبير، 3 امبير، 5 امبير، اخليه 10 امبير، 20 امبير. كل ما زادت قدرة المحول وقدرة الترانزستورات، كبرت قدرة الدائرة كلها، كبرت قدرة الدائرة او قدرة الانفرتر. بدل ما يشغل مثلا 1 كيلو، شغل 2 كيلو، شغل 3 كيلو، شغل 5 كيلو، 10 كيلو، زي ما انت عايز. ليه؟ لان كبر قدرة الترانزستورات وقدرة المحول. يعني ترانزستور 3 امبير، اجيب ترانزستورات 10 امبير، اجيب ترانزستورات 15 امبير، تتحمل حمل الطيار بتاع الدايرة او الحمل اللي هيبقى على الدايرة. في نفس الوقت المحول نفسه برضو نفس الفكرة. فكرة زيادة التردد او تقليل التردد، اللي احنا عندنا الاجهزة بتشتغل عندنا 50 ذبذبة في الثانية او 50 تردد، اللي هي الكهرباء بتاع البيت 220، 50-60 تردد، تمام. هنا اتحكم في الهرتز ده عن طريق ايه؟ عن طريق المقاومتين اللي هم بيغذولي تيار القاعدة، يحددولي سرعة التبديل او سرعة الغلق والفتح بتاع الترانزستورات دي. الترانزستورات دي واحدة بتشتغل عكس واحدة، يعملوا لي تبديل لل 12 فولت، تبديل ده يفتح ده يقفل، ده يفتح ده يقفل، يقوم يعملوا لي تقطيع وتبديل للتيار لل 12 فولت دول. 12 دي تفتح، 12 دي تقفل، 12 دي تقفل، 12 دي. يمر التيار عن طريق الترانزستور، تمام، ال 12 فولت عن طريق الترانزستور يمر للتيار عن طريق التقطيع بتاع الترانزستور للملف. الملف يحصل فيه التقطيع ده، يبدا ينتج لي، يحصل
الحقل المغناطيسي يحضر هنا في المحول، يبدأ المحلفات السنوية اللي هي 220 فولت تخرج لي 220 فولت. دي ببساطة فكرة عمل دائرة الانفرتر. دي أبسط دائرة الانفرتر، بتكبرها بقى زي ما انت عايز، بتتحكم هنا طبعا، ممكن تشتغل هنا بأي سي منظم للأسوليتر يديني النبضات دي، برضو يتحكم لي فيها عن طريق أي سي، بحيث ان نتحكم في الموجة. ممكن أرشح بيحصل هنا الموجة اللي خارجة بتكون مش موجة نقية، ممكن اعمل لها عملية ترشيح عن طريق ملفات ومكثفات. ده الكلام ده هنشرحه في دايرة اوسع من كده. احنا بنديك مبدأ عمل دايرة الانفرتر، ازاي بتشتغل ومبدأ عملها. اديتك الفكرة، انت طورها وكبرها، وقلت لك ازاي هتكبرها وتطورها. هتكبرها عن طريق تكبير الترانزستورات، قدرة الترانزستورات، وتكبير قدرة المحول. دي ببساطة ازاي بتشتغل دائرة الانفرتر، وفهمتك ازاي بتشتغل، وهنبدأ ننفذها عملي مع بعض. خليك معايا وتاخد الخرج من هنا ووريك بنفسك الخرج 220، ونقيد عليه لمبة ونشغل عليه جهاز او نشغل عليه مروحة والكلام ده، وهنوصلها مع بعض. خليك معايا وركز للاخر عشان تطلع بالمعلومة كاملة.